تقرير المخابرات الجزائرية عن الدرون المغربية يبعثر أوراق الجنرالات. عاش الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الأعلى الجزائري على وقع طرح التخوفات بعدما تم عرض معلومات استخباراتية على أنظار الرئيس عبد المجيد تشير إلى خطورة الطائرات المسيرة التي يمتلكها المغرب. وحسب تقارير نشرت فإن الاجتماع عرف حالة من الذعر بسبب التقرير الذي أنجزته المخابرات الجزائرية والذي كشف القوة الكبيرة التي تتوفر عليها المسيرات ذات الصنع الإسرائيلي والتي توجد بحوزة الجيش المغربي ويستخدمها للمراقبة ومنع الوصول للجدار الرملي. وأضاف نفس الموقع أنه اعتبارا من فبراير المقبل سيستعد المغرب لنشر عدد غير مسبوق من الطائرات بدون طيار التي تسلمها من إسرائيل كجزء من اتفاقيات التعاون العسكري شامل جديدة بين الحليفين الجديدين.